احنا النهارده في عياده الدكتور يسري جبر، جينا نتعرف عليه اكتر، نتعرف عليه الطبيب الشيخ الانسان. ولد الدكتور يسري جبر يوم الخميس 25 محرم 1374 للهجرة، الموافق 23 سبتمبر 54 في حي روض الفرج. الإنسان الكامل الذي يريده الله أن يكون عابد في كل أحواله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسمه على اسم الطبيب اللي أشرف على ولادته. انتقل مع والده المهندس المعماري للإقامة في البدرشين عام 61، وظل بها حتى التخرج من الجامعة. حصل على الشهادة الابتدائية والإعدادية، أما الثانوية كانت عام 72، والتحق بكلية طب القصر العيني بالقاهرة. وفي أثناء دراسته للطب حافظ القرآن الكريم وحضر على كبار مشايخ عصره. تخرج في كلية الطب جامعة القاهرة عام 78، حصل على ماجستير الجراحة العامة عام 83، والدكتوراه عام 91 من طب جامعة القاهرة. فعليك أيها المسلم أن تعود مرة أخرى للفهم الصحيح واللغة الصحيحة، وأن تنقي قلبك من الدنيا حتى تفهم مراد رسول الله على مراد الله ورسوله. ولحبه للعلم الشرعي أخذه من المتخصصين، فالتحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 92، وحصل على ليسانس الشريعة الإسلامية عام 98. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً بيك مولانا. حضرتك جمعت بين دراسة الشرع والطب، فازاي جمعت بين المجالين دول وهم مجالين مختلفين؟ والله هذا بتوفيق الله أولاً، ثم المثابرة والصبر. فمنذ كنت طالب في الكلية وأنا كنت أتردد على علماء الدين، بدأت حتى أحفظ القرآن في سنة ثالثة طب. يعني خطر في بالي أن أنا أحفظ القرآن، لأن وجدت تيارات فكرية كثيرة في الكلية في فترة السبعينيات. يعني كل الفرق اللي أنت بتسمع عنها دي كانت بتتولد فترة السبعينيات وأنا كنت في الكلية. أنا قلت بقى إيه، طالما الأمور كده يبقى أنا لازم أبدأ أحفظ القرآن، لأن القرآن ده متفق عليه. نعم. الأول الأفكار دي مختلف فيه. نعم. فقلت أبدأ في المتفق عليه الأول وهو القرآن، لا اختلاف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكيد يا مولانا في حاجات تعلمتها في الطب ففادتك في جانب الشرع، والعكس بمعنى حاجات تعلمتها في الشرع ففادتك في جانب الطب. يعني إزاي المجالين دول خدموا على بعض وبقوا زي الأنابيب المستطرقة؟ هو أصل الطب أساساً مهنة تقوم على النصح. نعم. بتنصح المريض كيف يعني يعبر. نعم. ضعفه في مرضه، إذا كان مرض جسماني أو حتى نفساني. نعم. الدين الرسول صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. نعم. فالطب من يعني فرع من فروع الدين. أول ما نشأ القصر العيني في مصر اللي هو مدرسة الطب، أول مدرسة نشأت، كان مين اللي بيدرس فيها؟ طلبة الأزهر. نعم. هم اللي درسوا فيها وكانوا بالعمائم حتى الأزهرية. ولما نعم. تخش متحف القصر العيني وتشوف الصور القديمة هتجد اللي شال القصر العيني في بدايته كانوا هم علماء الأزهر في صورة طلبة. نعم. يتعلموا الطب. حضرتك طبيب جراح، طبيب جراح يعني المشرط، إزاي قدرت توفق ما بين الجراحة والمشرط وما بين أن حضرتك عالم دين وشيخ ومتصوف، والتصوف معناه رقة القلب؟ إزاي حضرتك جمعت ما بين مشرط الجراح ورقة القلب؟
فازاي حضرتك وفقت بين هو علشان له. الجراح يكون جراح ناجح لازم يكون جراح رحيم. نعم. لانه عارف لو الجراح قاسي القلب هيجازف بالمريض. نعم الله. وقد يضيع المريض نفسه. احنا بنعاني من بعض الجراحين اللي عندهم جرأة واحيانا يندفع في المريض بحيث ان هو يضره لانه عنده قلبه ما عندوش الرحمة. عشان كده لابد ان الجراح يمتاز بالجرأة مع الرحمة. حتى ان كتير من اساتذتنا في الجراحة كان يقول لك الجراح الشاطر هو اللي يعرف امتى يقف مش امتى يستمر. هل في موقف انساني حصل لحضرتك في مجال الطب ما تقدرش تنساه ابدا او ما زال في الذاكرة؟ كنا في المستشفى بنمر على المرضى ومعايا الاطباء الصغيرين اللي هم النواب ولسه الامتياز وبيشتكوا بقى ان المرتبات ضعيفة واحنا مش عارفين نعيش والحاجات اللي هي ايه بيقولها الشباب ده. فبقول لهم يا جماعة احنا ربنا منعم علينا بنعم كبيرة ومحدش فيكم مع شكوته دي مرة كان جعان وما لقاش حاجة ياكل ما حصلتش. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى جعان ومش لقى حاجة ياكلها ويصبر. خلصنا الكلام ودخلنا على مريض كنت حاجزه عندي راجل عنده 70 سنة ما كانش قادر يبلع علشان عنده سرطان في المريء. فقافل المريء وحاطت جنبه زجاجة كده مفتوحة علشان يعني زي شفشق كده يتف في ريقه طول الليل لأنه يقدرش يبلع ريقه ولو بلع ريقه يتراكم لحد ما يشرق فيه فمش قادر ينام. فقاعد طول الليل يتف في ريقه مسكين ومش عارف ينام وخايف ينام لا يتخنق في ريقه. فبقول لنا للمريض انت تتمنى ايه يا حاج؟ قال لي اتمنى ابلع ريقي. ولسه بيمارس مهنة الطب لحد دلوقتي وليه دروس كتير بيلقيها في المساجد وحلقات الدرس المختلفة وانتهى من شرح العديد من الكتب في الحديث والتصوف والعقيدة. في فقرة يا مولانا اسمها فقرة الكلمات، هقول لحضرتك الكلمة وحضرتك هترد علي بجملة أو بمجموعة من الكلمات. الوطن. الوطن أول ما بسمعه يجي ببالي أمي وأولادي. وعلشان كده الجيل اللي اتربى في الحضانة وأمهاتهم كانوا عاملات ما شعرش بهذا المعنى، فلما كبر بقى يحرق بلده. نعم. فالوطن هو الأم أساسا، الأم الحانية اللي انت لما تتعب تترمي في حضنها. نعم. وأول ما تحس انك انت خايف تبقى عايز تبص في عينيها. فالإنسان بيبتدي شعوره بالوطن وهو طفل بأمه، لما يكبر شوية ويستغنى عن أمه يحس إن بلده هي دي الوطن اللي هي بتحويه. نعم. واللي بيأمن طول ما هو عايش في حدوده وحتى يألف حتى شكل الشوارع وشكل البيوت وشكل الجيران فيصبح كل هذا المعاني تبقى هو وطن. الحب. الحب أول ما يجي في بالي هو الله ورسوله. نعم. ثم من حب الله ورسوله يتفرع بقى شجرة الحب اللي تشمل العوالم كلها. نعم. بما فيها طبعا الإنسان والأكوان طبعا لا شك. اللي يحب ربنا ويحب الرسول، الرسول رحمة للعالمين، هيحب. نعم. العالمين. الموت. الموت في نظري أنا إنه هو راحة. نعم. راحة يعني زي واحد عايش طول عمره في امتحان وأنا له إنه يقدم بقى الورقة الإجابة وينصرف ليستريح. فالموت في الحقيقة هو يعني نهاية حياة وبداية حياة أرحب وأوسع كبيرة فيها انتباه وفيها ترقي وفيها خروج عن القيود. الحرية. الحرية هي أن تكون عبد لله حق، هي دي الحرية. ما تكونش عبد لعادة ولا عبد لمنصب. الحرية الحقة هي العبودية الحقة. الأزهر. الأزهر يمثل الدين الصحيح في نظر. الصداقة. الصداقة هو انك انت تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الليل. الليل اجمل حاجة فيه ان الانسان يسكن بينه وبين نفسه فيراجع ما فعله في النهار حتى يصحح اخطاءه التي وقع فيها في النهار فلا يقع في نهار جديد. فهي فترة سكون للجسد وسكون للروح والنفس حتى يتم له أن يراجع نفسه وأن يقف بين يدي الله في ركعتين لعل الله يغفر له
ما قدمته يدا في أثناء نشاطي. وحضرتك بتحب الليل ولا النهار؟ والله أكثر. أنا بحب الاثنين، لأن النهار له نشاطه والليل له نشاطه. نعم. السفر؟ ما أحبش السفر خالص. آه أحب، يعني أحب أن أنا أقعد أعيش في بلدي اللي أنا تربيت فيه. عشان كده من يوم ما اتخرجت ما اشتغلتش برا مصر. بس حضرتك بتسافر داخل مصر كتير. اه داخل بلدي. داخل البلد. وبحب السفر بس اذا كان لحجة او لعمرة. داعش الدال دجل، فهو دين الدجال، المسيح الدجال في اخر الزمان. طب فضيلة الدكتور، احنا هننتقل بقى للبيت عشان نتعرف على حضرتك كانسان وعلاقتك بالاسرة زي ما تعرفنا على حضرتك هنا في العيادة كطبيب. تشرفونا. تسمع ايه بقى في العربية وانت مسوق؟ والله غالبا يا اما بسمع البرنامج العام عشان اعرف الاخبار، او راديو مصر، او اذاعة القرآن الكريم. تحب تسمع مين من المشايخ في اذاعة القرآن؟ الجيل القديم كله، الشيخ الحوصلي في المرتل، باسط عبد الصمد، البنا. انا بحب عموما قراءات الجيل القديم كله. تسمع شيخ محمد رفعت؟ والله نادرا بأسمع كده أغاني اللي بتبقى بين الفواصل بتاع البرنامج العام. قديم؟ معظمها بتبقى الأغاني اللي بتيجي يعني كده قدرا يعني. في أغنية مثلا كل مدة ممكن حضرتك تكون بتسمعها؟ لا والله، أنا كنت زمان وأنا في ثانوي وأوائل الجامعة كنت أحب أسمع أم كلثوم في القصائد اللي كانت بتقولها، زي رباعية الخيام. رباعيات الخيام؟ والأطلال والحاجات دي. البرنامج بيمشي ازاي؟ بيمشي مع اذان الفجر، واحيانا قبل الفجر بلحظات كده اقوم واستعد لصلاة الفجر في مسجد الاشراف اسفل بيتي. نعم. وبعد صلاة الفجر بنقول اذكار والاوراد الى شروق الشمس. نعم. اللي هي اوراد طريقة الصديقية الدرقوية الشاذولية. نعم. حتى تشرق الشمس، يكون اجتمع الطلبة من أحياء مختلفة، طلبة أزهر وجنسيات مختلفة، يحضروا معنا قراءة ما تيسر من القرآن حوالي ربع ساعة بقراءة العشر. نعم. أحيانا تبقى ربع، أحيانا نص ربع، أحيانا خمس آيات. نعم. مع التعليق، مع التنويه على القراءات المختلفة فيها. نعم. لكن ماشيين بالترتيب، ماشيين بالترتيب المصحف. نعم. وختمنا يمكن ثلاث مرات ما شاء الله. وبعد ما بنخلص القرآن بندخل في، حاليا شغالين في شرح سنن الإمام الترمذي. نعم. ثم بعد ذلك نصلي ركعتي الضحى واطلع البيت. احيانا اكون جوعت فافطر، واحيانا انام شويه علشان استعد بقى ان انا اروح المستشفى او يكون عندي بعض العمليات اللي بعملها قبل العياده. الصيام يشفع له يوم القيامه، اي يخلصه من موقف من المواقف الصعبة يوم القيامة عند نشر الصحف وعند وزن الأعمال. الورد القرآني ما وقته إمتى عند حضرتك؟ الورد القرآني وأنا بسوق العربية. بتقرأ كم جزء كل يوم؟ ما عنديش، لا مش يعني مش ثابت، لكن ما يقلش عن جزئين. يعني حضرتك بتختم القرآن؟
تسميعا كل اسبوعين كل اسبوعين او كل 10 ايام حسب كل اسبوعين او كل 10 ايام على حسب ووردي اثناء السواحه وانا رايح لانه ما عنديش وقت ان انا ما فيش وقت للتفرغ للورد بالاضافه لان بصلي برضو بوردي في الصلوات واحنا في البيت لابد حضرتك تكلمنا عن الاسره عن الاولاد حضرتك عندك كم ولد وكم انا بنت؟ ربنا رزقني من الدكتوره زينب عبد العزيز عامر وكان والدها الدكتور عبد العزيز عامر استاذ في الشريعه رحمه الله زوجتي زينب ربنا اكرمني وهي تعتبر بنت خالتي قريبتي يعني وخطبها لي والدي دون ان اراها بالرغم انها قريبتي والله هو والدي قال انا ازوجك هذه البنت قلت له انا لم ارها قال تزوجها حتى ولو لم ترها كان ابويا يعني مصمم ان انا لازم اتزوجها حضرتك قطعت الوالد انا قلت له انا هتجوزها عشان انت عايزني اتجوزها وانا صرحتش معاها هتجوز عليها نعم فضحك يعني لكن الحمد لله ربنا كرمنا وبارك لنا فيها وانجبت لي 5 من الاولاد ذكور واناث ابني البكري محمد حاليا هو مهندس معماري فاطمه بنتي فاطمه دي الوقت بتعمل دكتوراه في دار علوم قسم النحو وهي زوجة الشيخ أسامة الأزهري وبعدين عندي ابني أحمد بالترتيب بعد كده أحمد يسري خريج حقوق إنجليزي ومعه ماجستير بيزنس لو من جامعة أمريكية وبعدين عندي بنتي زينب معيدة في تجارة إنجليزي في قسم الفاينانس اللي هو التمويل وبتعمل ماجستير وتزوجت الدكتور محمود عبد الستار مدرس مساعد في قسم التفسير في طنطا في أصول دين طنطا وبنتي الصغيرة اللي هي آية آية في كلية بقى ألسن سنة أول تتجمعوا كل قد إيه العيلة؟ ملهاش مواعيد كل واحد ليه مواعيد شكل فإحنا ولا في الأعياد ولا المناسبات في الأعياد طبعا لازم كلنا إيه. لكن احنا بنتكلم المواعيد اليومية كل واحد ليه جدوله حضرتك لك هوايات معينة أو مواهب معينة غير الطب والشرع أنا كنت أحب أرسم وأحب الخط خطاط والرياضة حاولت وكنت بلعب رياضة بقى كتير كنت لعبت سكواش ولعبت سباحة وكنت في السباحة يعني كرول وبريست كنت بجيب بيها يعني أطلع مثلا التاني التالت في المسابقات يعني في اشخاص تركوا اثر في حياتك ابويا اول واحد ابويا اتعلمت منه عدم اللوع عارف اللوع يعني ايه يقول حاجه وهو يخبي حاجه الصراحه وفي نفس الوقت بر الوالدين كان بر بامه بر عجيب ابويا طيب من الاشخاص العاديين في وكان حب النبي كمان وكثره الصلاه على النبي يعني انا اتولدت ووعيت أول كتاب عيني وقعت عليه في بيتنا بعد المصحف كتاب دلائل الخيرات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان إن والدي باستمرار يقعد يقرأ في كتاب ده فإحنا شربنا منه حب الصلاة على النبي وحب زيارة الأولياء كان كثيرا ما يأخذنا وإحنا أطفال نزور سيدنا الحسين والسيدة زينب فتربينا على الحياة مولانا بعد الرحلة الطويلة لحضرتك بين الطب والشرع أكيد حضرتك طلعت بملخص لهذه الرحلة تقدر تقولها لنا في هيئة نصايح للشباب للأجيال اللي جاية نعم بسم الله هو ممكن تقول عليها منهج حياة أو سلوك نعم الصبر جميل نعم الحياة كفاح نعم لا نستجدي ولا نستغني نعم اجتهاد بغير إنهاك نعم مداومة ومثابرة تمام. 5 حاجات بصوابع الايد تمام لو ابتدينا نقول اول واحده كده نشرحها في كلمتين الصبر جميل الصبر جميل اي انسان بيمر في حياته بشدائد فلو جزع ولم يصبر هتفوته فضائل كثيره وهيفوته ثمره جهده
صحيح. لأن لا تجني الثمرة إلا إذا صبرت. تمام. وعلشان كده الصبر جميل، لأنه جماله أنك تجني الثمرة. تمام. وجماله الثاني أن ربنا بيحب الصابرين. تمام. ويجزي الصابرين أجرهم بغير حساب. دي حاجة. الحاجة الثانية الحياة كفاح. لما تشوف سيرة النبي حياته كتير. هي فعلا حياتنا كفاح. اللي عايز يعيش حياة مريحة يبقى فهم الحياة غلط. نعم. اللي عايز يجمع لذات الدنيا وملذاتها وشهواتها يبقى فهم الحياة غلط. نعم. لأن ربنا أراد لنا في الحياة أننا أصلا نكافح ونجتهد. خلقنا الإنسان في إيه؟ في كبد. نعم. كاف كبد هي كاف الكفاح. نعم. ثالث حاجة. نعم. لا نستجدي الخلق. نعم. يعني شوف الواحد يطلب بعزة نفس. نعم. ما يتحيلش على حد. نعم. ولا يطمع في مفائد الناس. معناه لا نستجدي أحد. نعم. ولا نستغني عن فضل الله. نعم. فإن تفضل الله علينا بأيدي الناس خيرات يمدونها إلينا بغير سؤال فلا نعم. بأس. قبلناها. نقبلها. نعم. رابع حاجة. وبعدين اجتهاد بغير إنهاك. علشان تستمر على العمل لابد ألا تنهك نفسك، لأن لو انهكت نفسك هتمرض. نعم. وتنقطع. إن المنبت لأرض انقطع ولا ظهر أبقى. نعم. فلابد أن تجتهد فيما أقامك الله فيه بغير إنهاك. نعم. فإذا اجتهدت بغير إنهاك، والنبي كان داء سنته. نعم. كان ليحب إيه التعمق الشديد في العبادة، يقول أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك كله. اجتهاد المداومة على ذلك. نعم. المداومة عبادة مهمة جدا. أحب الأعمال عند الله أدومه وإن قل، عشان ده اللي بيجيب النتيجة، هو ده اللي بيخليك تجني الثمرة. نعم. فالمداومة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني اصبر وداوم على الصبر. نعم. ده من ورابطه، يعني شوف كام صابر ورابط. نعم. المرابطة يعني المداومة. نعم. ده المنهج الحياة. والله هذا المنهج لو الإنسان استعمله في حياته في أي مجال لابد أن يجني ثمرته. نعم. أكتر حاجة بتزعلك؟ أكتر حاجة بتزعلني لما لاقي ناس ما لا تعطي للنبي قدره. أكتر حاجة بتفرحك إيه يا مولانا؟ وأنا بختم القرآن، وأنا بختم القرآن. ومن جوه بيته عرفنا الإنسان. هو طبيب جراح لكن بيداوي القلوب. ده كان دكتور يسري جبر.